كده احنا عملنا سبريدنج البليتس ديت الصح، ان انت بتقلبها كده، بتكتب هنا كده، هتكتب الاسم مثلا اهو ياسر مثلا، و16 11 مش النهارده 16، وبتكتب اسم التجربة، وتكتب الديليوشن 10 10 تو ذا باور كام؟ ماينس 3. طبعا انا بتكتب على الايه؟ على البريفري عشان تقدر تعد اللي جوه، انما الناس اللي بتكتب جوه جوه البليت نفسه ده مش صح. هكذا تعمل الليبلنج بهذا النمط على هذا، على بقية الاطباق، تقلبهم تحطهم في الانكيبيتور 18 ساعة لغاية تاني يوم، لغاية ما نشوف الريزلت. قبل ما نقفل هذا الملف احب اوريكم حاجة اسمها سبريدر. السبريدر ده بيؤدي نفس الوظيفة دي. ده سبريدر بيستخدم لنفس الفكرة، ان انت تعمل بيه سبريدنج للايه؟ للبكتيريا على السيرفس. طب انتوا ليه مش بتستخدموه؟ ده عشان تعقموا. المفترض بيتم كالتالي، بيبقى فيه الكحول وتحطه جوه الالكحول وتدخله جوه الفليم. عشان الامان مش هنشتغل مع الطلاب بهذه النمط، عشان كده بنقول لكم تستخدموا الاسترايل سوابس. انما انت لو اما تكبر شويه يعني ويبقى عندك الادوات ده هتستخدمه، تحطه ديب ان الكحول، تمرره في الفليم، بيبرد في الطرف كده، وتبدا تفرد بيه البكتيريا على السيرفس بتاعه. فده اسمه جلاس سبريدر، وده موجود عندكم في السلايدز. وكده شكرا.